طب نروح مع حضراتكم سريعا كمان نشوف أخبار الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. يلا بينا نبدأ جولتنا النهاردة بصحيفة ماركا الأسبانية. ماركا الأسبانية ركزت على قرعة دوري أبطال أوروبا اللي تم طبعا إجراءها منذ قليل. اهتمت الصحيفة كمان بتعادل مان سيتي وبرشلونة في مباراة رائعة 3-3 في لقاء ودي. صحيفة سبورت الأسبانية اهتمت بطبعا بودية طبعا المان سيتي وبرشلونة، وبالإضافة كمان لدوري أبطال أوروبا والقرعة اللي يمكن خلصت من منذ دقائق، وتوقعت أن يقع برشلونة في مجموعة الموت، وهنشوف دوت مع نجمنا والناقد الرياضي أحمد مجدي. ديبورتيفو طبعا الأسبانية اهتمت بانتقال السويدي ألكسندر إيزاك لنيوكاسل، وكتبت سوسيداد يصل لصفقة قياسية تبلغ 70 مليون يورو لبيع لاعب إلى نيوكاسل. نطير إلى بريطانيا وجريدة الصن الإنجليزية ركزت على انضمام لاعب طبعا إيزاك نيوكاسل من حسم هذه الصفقة من ريال سوسيداد مقابل 63 مليون جنيه استرليني. كمان اهتمت الصحيفة برفع مانشستر يونايتد للعرض المالي المقدم لأياكس لضم أنطونيو، واللي بلغ قيمة هذه العرض أو قيمة هذا العرض ل 84 مليون جنيه استرليني. نروح لفرنسا لكيب الفرنسية ركزت على طبعا لسه سوق الانتقالات اللاعبين وصفقات الأسبوع الأخير في الميركاتو، وكتبت النداء الأخير قبل الإغلاق. دي كانت نهاية أخبار الصحف العالمية.